أمرت أمانة المدينة المنورة وإدارة الطرق عدد من المحلات اللي قدرت بالعشرات بأنهم يخلون محلاتهم ويتركون أنشطتهم التجارية بحجة إقامة مشروع الدائري الثالث مع طريق حايل، وبعد كر وفر بين هذه الإدارة للحصول على تعويضاتهم من مشروعه بنص العقود المبرمة بين المستثمرين والأمانة، باءت محاولاتهم بالفشل بحجج يعتبرونها واهية بحسب وصفهم. وينضم لي من استديوهاتنا في المدينة المنورة الأستاذ صالح الرويثي أحد الأهالي. حياك الله أستاذ صالح. أستاذ صالح تسمعني؟ سمعتنا زين. أسألك أستاذ صالح عن وضع المحلات هذه، إيش اللي صار معاكم وكم المشكلة معلقة بينكم وبين الأمانة وإدارة الطرق؟ سيد عبد الله، اولا نشكركم على هذا البرنامج، هذا البرنامج الذي يساهم فعلا في حل مشاكل كثير من المواطنين. بالنسبه للقضيه، القضيه من عام 1432 كان هناك يعني مجموعه من المستثمرين سواء كانوا سعوديين او اجانب، تقريبا منهم عدد قليل من الاجانب. هذا المشروع موجود على طريق حايل وكذلك على طريق الدائر الثالث اللي هو طريق الملك خالد، دائرة الثالث المدينة المنورة. طبعا كلهم سعوديين وكلهم شباب وكلهم يعني فاتحين أبواب رزقهم على هذه المحلات، استأجروا من الأمانة كعقود عادية، وبالأخير جاءهم مشروع هذا المشروع الواصل علام بعام 1432. تفاجأوا كلهم أن هناك مشروع قائم على هذه المنطقة ويجب عليهم إخلاهم. كلهم اتفقوا وقالوا خلاص احنا ما عندنا مشكله في التنميه، التنميه كلنا مع التنميه. طيب ايش المشكله؟ قالوا حيجوز في تثمين، قلنا ثمنوا. ها طبعا الكلام انا اتكلم بمسماهم كلهم. جاء التثمين طبعا صار ما هو نفس البخس، يعني نقدر نقول نصل لدرجه البخس يعني بهذا التثمين. كم جاكم التثمين؟ تقريبا 50% من كل مشروع 50%. هذا التثمين يقصد فيه الانقاذ، يعني ما فوق الارض. أيه. اما بالنسبه للارض انسى موضوعها لانها أيه. مستاجره بالبدايه. طيب انت الان عندك تقريبا بالعشرات المستثمرين. كيف تاخذ لما تيجي تعطيه مبلغه؟ واحنا كنا نتكلم عام 32 ايام كان يعني سعر الاسعار كان كثير، وسعر بالنسبه لمواد البناء كان كثير، بعضهم يعني لحد الان باني بنص مشروعه. فبهذه الحاله قلنا يلا نشوف التثمين، خير وبركه، نص نص المبلغ ما عندنا مشكله. جينا الآن وصلنا عند الأمانة وعند إدارة الطرق. إدارة الطرق قالت إحنا خلاص حنسلمكم المبلغ وبعد كذا تتفاهمون مع الأمانة بموضوع الأرض. كنا ما عندنا مشكلة. جينا عند الأمانة قالوا لا، ما لكم دخل في هذا المبلغ، المبلغ هذا لنا، إحنا بناخذه من الأمانة ولا وأنتم مواطنين ما لهم دخل. طيب ليش؟ قالوا والله هذا عندنا العقد. طيب العقد عندي في البند الموجود في المادة العاشرة. أيوة. موجود عندي صورة من الآن. فضل. في فقرة جيم. أيه. بس اسمح لي أقول لك إياها الأقرأ علشان بس تبين للموضوع كله. فضل. فضل. طيب يقول لك ينتهي مفعول هذا العقد في إحدى الحالات التالية، أو طبعا ألف وباء وجيم، يهمنا جيم. أيه. فضل. طلب جيم. الأمانة خطيا من المستثمر وبين هلالين أو قوسين وأثناء سريان مدة هذا العقد، اوكي، لدواعي التخطيط او المصلحه العامه وعلى الامانه في هذه الحاله تعويض المستثمر وضمان حقوقه حسب الانظمه الماليه المتبعه. الحين انتم تطلبون حقكم الامانه والامانه ما اعطتكم على عقدها. ما اعطتنا على عقدها. لا، المضحك يعني والمبكي صراحه وشر البلية ما يضحك، ان هناك في هذا بند فوق انه يقول لك الانقاذ ما تاخذها أنت المستثمر، هذه ملك من ملك الأمانة. الأنقاض اللي هي بقايا. أيوة. المباني اللي لما طيحوها المباني أنتم تأخذون أنقاضكم هذه. لا، هذا موجود بالعقد ما تأخذه. أوكي. لكن لما جينا في العقد الأمانة طبقت هذا الكلام، أخذت الأنقاض في بعض المحلات ولم تطبق البند الثاني. يعني كانك الكيل في مكيالين. طيب وين وصلتوا انتم والامانه في هذا المشروع؟ بين لك، احنا الان عندنا طريقتين او بمعنى صح يعني نوعين من هذه المشاكل. أيه؟ المشكله الاولى
عندنا ناس مستثمرين منذ سنوات يعني تقريبا منهم 20 سنة فتحين على بابهم أرزاق كثيرة وعوائل، وانت عارف ان بعضهم جامعيين بعضهم حقوقيين بعضهم مدرسين لغة انجليزية بعضهم اشياء كثيرة جامعيين كلهم كثير منهم نوعا ما. طيب تيجي الآن هذا النوع الأول. النوع الثاني وهذا الأدهى والأمر صراحة في كثير منهم، منهم مستثمر أجنبي كذلك ومنهم سعوديين. عندك بهذه الصورة اللي عندي موجودة رخصة إنشاء، الرخصة الإنشاء الموجودة هذه سلموها لأكثر من واحد من مستثمرين، قالوا روح خذ رخصة الإنشاء روح سوي مشروعك. أنت الآن لما تأخذ المسوق مسوق رخصة الإنشاء فبهذه الحالة الأمانة تضمن لك كامل حقوقك في البناء. هل ضمنت الأمانة لكم؟ بعلمك بس المسألة خليني أوصل لك النهاية. إيه؟ لما في هذه الحالة جو كثير منهم بدأوا المشروع وفي واحد اللي حط 1,000,000 ريال واللي حط 680 واللي حط تقريبا 3,000,000. عند نهاية المشروع راحوا أغلبهم ذولي عشان يطلعون رخصة فتح محل. لما جينا عند فتح المحل قال والله ما لكم فتح محل، ايش المشكله؟ قال مشروع وطيكم. طب انت ليه من البدايه تعطيني رخصه فتح محل رخصه انشاء؟ صح، ليش تعطيني اياها؟ ليش تورطني تخليني اتحمل مبلغ وقدر والديون وبالاخير تقول لي خذ يلا رخصه انشاء روح سوي لك مشروعك؟ طيب سوي لي مشروع انت تحميني، انت توفر لي الامان، الامان اللي هو اهم شيء عندي تطلع لي رخصه المحل. مستوى الامان الان منخفض بينكم وبين الامانه، وبعض المستثمرين ما يقدر يدخل في تجاره وفيها الامانه كخصم، اذا بكره صارت مشكله بيصير زي وضعكم. نفس الشيء، فوق هذا كله في بعضهم دخل السجن، في بعضهم توقف حساباته، في بعض منهم يعني. طيب ايش الحلول برايكم الان؟ ايش الحل برايكم؟ طب بس أقول لك الوصل وين وصلنا. أيه؟ طبعا احنا جينا ديوان المظالم، ديوان المظالم يعني صراحة ما أعطانا حقنا بهذه الحالة لأمور كثيرة. يقول لك إن العقد أنت رفعت في البداية ما ترفع فيه ثاني مرة، شكوى ما تجي شكوين. طب العقد هذا يتضمن أكثر من قطعة، بعض الناس عنده 6 قطع. طيب أسوي هنا مثلا مشروع معين، يقول لك لا خلاص أنت تشتكي بعقد واحد. صحيح. طب الثاني يقول ما لك شيء فيها. طيب هذه الحالة احنا متواجدين بس فيها. إذا تسمح لي أخوي صالح، ترى حتى اللي مشكلتهم مع الصندوق العقاري، اللي عندهم مشكلة مع الصندوق العقاري الفترة الماضية، ترى كل واحد يروح يشكي بالحالة ويأخذون حكمهم، فأنتوا المشكلة هذه عندكم ما يبقى عند ديوان المظالم ولا أخوك. أنا معاك، إحنا وصلنا لحد الرياض، وصلنا للوزارة. طيب وش قالوا لكم؟ وزارة الشؤون البلدية والقروية طبعا بعد جولات، ولنا الحين تقريبا كم سنة؟ 7 سنوات. إحنا رايحين جايين بهذا الماء، تخيل 7 سنوات. طيب. والناس واقفة، الطرق كلها موقفة، طبعا الرخص المحلات كلها تم توقيفها. طيب الوزارة وش قالوا لكم؟ ناتج عنه كثير من انك ما تقدر تجدد اقامات العمال، ما تقدر تسوي تستثمر في محلك، كثير منهم قفلوا محلاتهم، كثير منهم يعني صار. طيب عقلي وش قالوا لكم وزارة الشؤون البلدية والقروية والأخوك صالح؟ البلدية والقروية تقول كالتالي، الخطاب اللي حقها قبل شهر تقريبا ارسلته للأمانة المدينة المنورة تقول كالتالي، إذا كان الأمر الموجود عندكم في الإخلاء خارج من أو صادر من أمانة المدينة المنورة فتتحمل أمانة المدينة المنورة. صحيح. إذا كان من إدارة الطرق تحمل أمانة إدارة الطرق. أنا عندي هنا بهذه الصفحة الموجودة هذه جريدة عام 1436. المتحدث الرسمي لأمانة المدينة المنورة إيش يقول بهذه الحالة؟ يقول المشروع من الأمانة. والامانه شو اسمه ثاني من اداره الطرق، اوكي، والامانه لها الحق انها تعطيكم مساله التعويضات. وين وصلنا بعد ضغط الاماره؟ لما تدخلت الاماره اعطونا اراضي يعني كتسكيت الموضوع، اراضي بديله، ولا اللي عنده 6 اراضي يعطونا 3 اراضي، يعني النص نفس الحاله، والمخطط موجود يعني. طيب. هذا لا ما سعت المستثمر انه يقدر يشتغل، ولا سعت في الماده ولا شيء، عمليه انها قتل، هذا اكثر ما في الموضوع. طيب طيب نجي رد الامانه الاخير سريع من الوزاره. اي معه مشكله رد الوزاره الاخير يقول الان اعطوني الحل. تخيل جلسة 25 يوم المعامله عند وكيل الاستثمار على التوقيع. أنا ما أدري ليش 25 يوم تجلس بس عشان يوقع، بعد كذا تروح للأمين وبعد كذا تروح. اليوم فقط، اليوم بهذا اليوم راحت الرياض الرد، والرد يوم جاء صراحة احنا نعرف المسألة أنك يعني النتيجة واضحة من بدري، أن النتيجة تقول كالتالي، أن الأمانة ما طلبت من المستثمرين إخلاء شو اسمه إخلاء أماكنهم. طيب احنا نرجع طيب. احنا بس الأولى. أنا بقول لك صالح، أبى أقول لك احنا وش صار بيننا وبين الأمانة. احنا والله
الأمانة المجال لكم مفتوح أنكم تردون، بحيث أن الشباب المستثمرين والناس المستثمرين في هالمكان أنه يسمعون رد منكم. أنا شاكر لك أخوي صالح الرويثي، يعطيك العافية. الأمانة لكم حق الرد أي وقت.